افتتح في أروقة كلية الفنون الجميلة بدمشق معرض قسم العمارة الداخلية الديكور الذي يضم نماذج من نتاجات الطلبة تشمل التصميم الداخلي والصناعي والأثاث وموضوعات أخرى لصيقة بحياة الإنسان اليومية. عدد الأعمال الذي لاحظته اليوم تجاوز 1000 عمل لقسم واحد وهو قسم العمارة الداخلية. لذلك قلت لك هذا من الأعمال الهامة جدا في الشرق الأوسط، إنه قسم واحد يعطي أكثر من 1000 عمل، ومعرض واحد مهما درتي في كل المعارض الموجودة في العالم لا تجدي أكثر من مئات. هذا تجاوز 1000 عمل لطلاب المرحلة الجامعية سنة أولى وسنة ثانية ورابعة وطلاب الدراسات العليا. أشكر عمادة كلية الفنون الجميلة وقسم العمارة الداخلية على هذا العمل الرائع. نحن أمام مرحلة قادمة، سوريا يجب أن يعاد بناءها من جديد، يجب أن يعاد إلى سوريا الوجه الجميل المشرق المتكئ على حضارة عريقة. هناك تصميم الفرش الشارع على سبيل المثال، فرش الشارع هو الطالب يرجع يعطي رؤى جديدة أو تصميم جديد للمحطات، شو اسمه، مواقف الباصات، للوحات الإعلام، لا فرش مقاعد الحدائق، سلات المهملات، كل هذا يعني عندما طبعا إلى أيضا توزيع الأعمال الفنية، اللوحات الجدارية، التماثيل وما شابه. إذا نحن أمام يعني نؤسس لأنه نحاول نقحم أو نزت مخرجنا في شو بسموه ورشة عمل إعادة سوريا، إعادة بناء سوريا من جديد، لكن بدنا نعيدها بشوي رؤى جديدة ومعاصرة. هذا المعرض هو حصيلة جهد طلابنا للعام الحالي. معظم الأعمال هي أعمال تصميم داخلي متنوعة طبعا بمواضيعها. هاي المواضيع طبعا بتتناول كل تقريبا قطاع التصميم الداخلي بكل اختصاصاته. طبعا جولي بالمعرض بفرجيكم أنه طلابنا مبدعين جدا، مهاراتهم تتزايد شيئا فشيئا إلى أن يصلوا إلى التخرج. السنة عملنا لأول مرة معرض بقسم العمارة الداخلية بكلية الفنون، أشرف عليه العميد والوكيل والدكاترة كلهم كان تحت إشرافهم. أكيد كتير مبسوطين بالمعرض، شاركت فيه بمشروع تخرجي وكتير بيعنينا، كتير فرحة حلوة أنه نشوف كل مشاريعنا ومشاريع الطلاب اللي قبلنا ومشاريع الطلاب الجديدة هلأ، أنه بيعطي تشجيع وبصير في منافسة وكلنا بنشوف مشاريع بعض. هاي تاني تجربة نحن نشارك فيها لتاني مرة، هو معرض عن التصميم الداخلي والديكور. كتير جربنا فيها، كتير مبسوطين كطلاب، تشجيع أول مرة بيكون بيعملوا لنا هيك شيء، كتير حسينا بشيء حلو يعني، وشاركنا بكتير أعمال متنوعة. نتمنى هيك تصير عالم لسه تلتفت أكثر تزور معارضنا وتشوف أعمالنا بشكل أكبر، إنه في شيء مهم ليختنوا فيها نسخة فيها. طبعاً كتير مهم للطالب، وهي مو أول مرة مشارك بمعرض. السنة الماضية عملنا معرض نفسه، كنا عم نعمل ماكيتات عن أشياء مختلفة، إضاءة، إنارة، كذا. هالمرة كان استوديو أخباري، فتنا تعمقنا بقصص الإضاءة وقصص كيف بيعدوا جلسات وكذا، بيعطي إنه مثل حيز إنه نعمل شغلات أحلى، ويعني إنه كمهندس كبداية كتير لايك وما بعرف شو يعني مع الأيام إذا ممكن نساوي هيك شيء تاني كمان. السنة الرابعة تخرج بيعطيك هيك طموح إنك أنت مثلا مشروع صغير ممكن يكبر. هو أول شيء تشجيع، وكمان نورجيهم إنه هني عم يشتغلوا وفي اطلاع من قبل الكل، مو بس إنه نحن عدد كطلاب بين بعضنا، كل إنه رح يشوفه ورح يشوف إنه متعوب عليه ورح يكون مقبل. المعرض يأتي ضمن خطة كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق لتفعيل وتطوير علاقة طلابها بمنجزها الإبداعي من خلال إقامة معارض تخصصية دورية للمتميز، واللافت من هذه المنجزات والمخرجات التعليمية.